سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا. بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ وتلميذات السنة السادسة ابتدائي، مرحبا بكم جميعا. إذا اليوم إن شاء الله على قناتكم العلم النافع سنصح الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة السلك الابتدائي. إذا هذا هو أول فيديو على القناة يخص الامتحانات الجهوية. إذا أعجبكم الفيديو وطريقة التصحيح لا تنسوا ترك تعليق حتى نستمر إن شاء الله في التصحيحات. إذا أولا عندنا المجال الرئيسي الأول هو الأعداد والحساب. اولا اضع وانجز. اذا عندنا واحد المجموعه العمليات كما تشوفوا، عمليه بسيطه، عمليه الطرح والجمع والضرب والقسمه. اذا في العمليه الاولى عندنا فيها الطرح والجمع، لكن لاحظوا الجمع عندنا هو اللي داخل الاقواس. اذا دائما الاعداد اللي داخل الاقواس هي اللي كنبداو بها الاولى. اذا الان نديروا عمليه الجمع، شوفوا النتيجه، ثم العدد اللي غادي يخرج لينا غادي نطرحوه من هذا العدد هذا، واضح؟ اذا 7382 غنقصوا منها العدد اللي غادي يخرج لينا هنا، واضح على هذا الشكل. اذا بعد عمليه الجمع خرج لنا هذا العدد اللي هو 4333.18. نشدوا هذا 7382 نقصوا منها هذا العدد اللي خرج لنا ديال هذا العدد اللي داخل الاقواس، وبالتالي العمليه تكون هي 3348.82. ثم عندنا عملية الضرب، نقوم بعملية الضرب كما كتعرفوا ليها، ما كاينش فيها مشكل، يخرج لنا العدد على هذا الشكل. ثم عملية القسمة كذلك عملية بسيطة تقومون بها، والنتيجة ستكون هي 51.82. تأكدوا من هذه الأرقام. جيد، السؤال الثاني، احسب واختزل. عندكم 3/8 تقسم 2.3 ناقص 1/5. لاحظوا عندنا 2.3 ناقص 1/5 بين قوسين. إذا دائما الأعداد داخل الأقواس كنبداو بها هي الأولى، واضح؟ إذا سنبدأ 2.3 ناقص 1/5. هنا نحاول نوحدوا المقامات، هاد 2.3 نضربوها في 10 ونقسموها على 10، غتولي هي 23/10 ناقص 1/5. هاد 1/5 سنوحدوا المقامات ويولي عندها 10، إذا غنضربو هنا في 2 والفوق في 2 غتولي هي 2/10. إذا ولي عندي العدد هو 23/10 ناقص 2/10، واضح؟ إذا 23 ناقص 2 هي 21، ونحتفظوا بالعدد المقام واحد هو 10. إذا هذا العدد 2.3 ناقص 1/5 راه هو 21/10. إذا 3/8 تقسم 21/10، يعني هذا العدد كامل عوضناه ب 21/10. هذا القسمة نحولها للضرب، 3/8 نخليها كما هي، باش نحولها للضرب غادي نقلب هذا العدد غتولي هي 10/21. إذا نفكك هذا الرقم هذا شوية، إذا غتولي عندي 5/6 مقسوم على 6/28. إذا هي 5/28، لأن هنا 3 × 10 هي 30، و 8 × 81 هي 168. فككنا هذا العدد هذا، عطاتنا يعني نحيدو 5 × 5 وتبقى لنا 5/28. ثالثا، رتب الأعداد التالية تناقصيا، يعني تناقصيا نبداو من الصغير نحو الكبير. إذا هنا قبل ما نرتب خصني أولا نحول جميع الأعداد للفاصلة. إذا نشد 6 ونقسم على 8 ونشوف شحال تعطيني، كذلك 13/15، ثم نبدأ بترتيب الأعداد. إذا بعد القيام بهذه العملية سنجد أن 89 أكبر من 0.87، أكبر من 13/5، أكبر من 0.809، أكبر من 6/8. تأكدوا من هذه النتائج. جيد، السؤال الموالي عندنا مسألة. قطعت سيارة مسافة 162 كيلومتر في مدة 2 سوايع و15 دقيقة 15 مينيت، يعني واحد السيارة قطعت واحد المسافة ديال 162 كيلومتر في 2 سوايع و15 دقيقة. حدد السرعة المتوسطة لهذه السيارة، اللي مطلوب منا هو حساب السرعة المتوسطة. إذا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي المسافة التي ستقطعها السيارة في مدة 3 سوايع و30 دقيقة؟ إذا هي قطعت واحد المسافة ديال 162 كيلومتر في شحال؟ 2 سوايع و15 ثانية. هنا طلب مني نحسب السرعة، والسؤال الثاني قال لي شحال تقطع المسافة خلال إلى قطعت إلى مشات واحد الوقت ديال 3 سوايع و30 دقيقة. إذا أولا نحسب السرعة،
مسألة الحل ديالها. إذن عندنا المدة بالساعة، لأن المدة لاحظوا معنا هنا عندنا المدة بالساعة والدقيقة. إذن دائما بغينا نحسب السرعة، إما نحولها كاملة للدقيقة أو نحولها للساعة. الآن إحنا قمنا بتحويلها إلى الساعة، إذن عندنا جوج سويعات تبقى كما هي، وهذا 15 مينوت باش نحولوها للساعة نقسموها على شحال؟ على 60، لأن دائما من الساعة للمينوت كنقسموها على 60، إذن هي 0.25. إذا الوقت بالساعة هو 2.25 ساعة. ثم ألف السرعة المتوسطة للسيارة بالكيلومتر على الساعة. أنتم معك تعرفوا العلاقة دي السرعة المتوسطة، أن السرعة المتوسطة تساوي المسافة مقسومة على الزمن. إذا المسافة راهي 162 كيلومتر، والزمن راه هو 2.25. إذا عندنا 162 مقسوم على 2.25، إذا هي 72 كيلومتر في الساعة. إذا هي السرعة المتوسطة، ونعقل على الوحدة ديال السرعة المتوسطة راهي الكيلومتر على الساعة. جيد، تحويل المدة إلى الدقائق. عندنا هنا باش نحسبوا السؤال الثاني، إما نعتمد على الطريقة وممكن نعتمد طريقة أخرى. تحويل المدة إلى الدقائق، عندنا 3 سوايع و30 دقيقة. إذا هاد 30 دقيقة هذه نخليوها كما هي، ولكن 3 سوايع هي اللي نحولوها للدقيقة. إذا نضربوها في 60، 3 في 6 هي 18، ونزيد الصفر هي 180 زائد 30 هي 210. إذا المجموع هو 210 دقيقة. احنا حولنا الوقت للدقيقة. جيد، الآن اللي مطلوب منا احنا هو نحسبوا المسافة. إذا بغينا نحسبوا المسافة، عندنا السرعة كتساوي المسافة مقسومة على الزمن. إذا المسافة شنو غتساوي؟ المسافة غتساوي السرعة مضروبة في الزمن. ها هي السرعة راهي 72 كيلومتر في الساعة، والمسافة هي شحال؟ أو الوقت، لأن قلنا المسافة هي الزمن في الوقت. الوقت هو 210، لكن الوقت راه بالمينيت، إذا خصنا نحولو للساعة باش يكون الوحدات متناسبة. إذا هنقسمو الجميع على 60، وهتعطينا النتيجة هي 252 كيلو متر. جيد، المجال الثاني هو الهندسة. ارسم زاوية ام او ان قياسها 120 باستعمال الادوات المناسبة. اذا باين هنا بما انه طلب مني ارسم زاوية فنستعمل نصف دائرة. ما هو نوع هذه الزاوية؟ اذا الزاوية راه 120 راه باين النوع ديالها. انشئ منصف الزاوية، اذا الامر بسيط كيفية انشاء منصف الزاوية. اذا اولا الزاوية ناخذ نصف دائرة ونقوم بانشاء الزاوية على شكل اللي هي 120. النوع ديالها ألف، النوع ديالها هي زاوية منفرجة لأنها أكبر من 90. ثم المنصف، إذا المنصف بعد ما رسموا الزاوية 120 مشاو النصف ديالها اللي هو 60، وديروا نقطة وناخذوا المسطرة ونجمعوا ما بين ديك النقطة و أو اللي هو المركز ديال هذه الدائرة، عفوا هاد الزاوية هذه. جاي السؤال الموالي، أنشئ شبه منحرف ABC دي قائم الزاوية في بي، بحيث سي دي و ا بي قاعدته، حيث ا بي تساوي 3 سنتيمتر وارتفاعه ا اش كيساوي 3 سنتيمتر. اذا الشبه المنحرف غيكون على هذا الشكل. هذا عندنا ا بي تساوي 3 سنتيمتر القاعدة الاولى، والقاعدة الثانية سي دي، واضح؟ سي دي، وقال لنا ان الارتفاع ديالو ا اش هو شحال؟ هو 3 سنتيمتر. اذا الشبه المنحرف سيكون على هذا الشكل. السؤال الموالي، أنشئ مماثل الشكل بالنسبة للمستقيم دي. إذا عندنا المستقيم دي وعندنا هذا الشكل أمامكم، إذا كيفية إنشاء المماثلة؟ كناخذ نقطة من هنا ننشئ المماثلة ديالها. إذا هذه تبعد على المستقيم دي بنقطتين بمربعين، إذا ستكون في هذه النقطة. كذلك ننشئ مماثلة هذه النقطة تبعد على المستطيل ب على الخط دي ولا المستقيم دي بأربع مربعات. إذا هنا نجيب أربع مربعات هنا في هذه النقطة، وهذه النقطة تبعد بمربعين، ثم نقوم بربط النقط. إذا سيكون على هذا، على هذا الشكل. هذا هو المماثل ديال هذا الشكل هذا. رابعا، مسألة، اشترى فلاح حقلا على شكل متوازي الأضلاع ب 68,000 درهم للهكتار. إذا اشترى واحد الفلاح واحد الحقل ب 68,000 درهم للهكتار. كم يبلغ الثمن الذي دفع هذا الرجل إذا كان طول الحقل هو 950 متر وارتفاعه 3 على 5 القاعدة؟ يعني الارتفاع ديالو هو 3 على 5 ارتفاع القاعدة. إذا هنا المطلوب منه هو تحديد الثمن اللي غادي يدفع هذا الرجل إذا هو ما اشتراش هكتار، وإنما اشترى واحد الحقل على شكل مستطيل. طول ديال هاد متوازي الأضلاع هو 950 متر وارتفاعه 3 على 5 القاعدة. إذا حل المسألة، أول شيء هو قياس ارتفاع
الحقل، ارتفاع الحقل يكون هو 3 على 5 طول، إذن هو 950 مضروب في 3 على 5 إذن هي 570 متر. تحويل إلى الهكتار، سنحوله الهكتار بطبيعة الحال لأنه هو اشترى بالهكتار. إذن 570 متر أعطينا هي 5.7 هكتو متر، و950 متر أعطينا 9.5 هكتو متر. مساحة الحقل ب الار هي 5.7 ضرب 9.5 لان المساحه هي الطول في العرض، اذن هي 54.15 ار. المبلغ الذي دفعه هذا الرجل بالدرهم هو طبيعه الحال غنشد هذه المساحه وغنضربها في الثمن، اذن هي 54.15 مضروبه 68000 درهم، إذن هي 6,682,200 درهم. إذن هذا هو الحل ديال هذه المسألة. جيد، السؤال الموالي هو في المجال ديال القياس، حول إلى الوحدة المطلوبة. إذن هنا طلب مني نحول الديكا متر، إذن عندنا الكيلومتر وعندنا الهكتومتر وعندنا السنتيمتر. إذن أولا نقوم إما نرسم الجدول ونكتب الوحدات ونحولوها للديكامتر ونجمعوها، او نحول هاد الوحدات كلهم لوحدة واحدة، اما السنتيمتر ولا الهكتومتر ولا الديسي ولا الديكامتر ولا الكيلومتر عفوا، ثم نجمعهم وعاد نحولهم للديسي للديكامتر. دي كلها حلول. اذا نلقاو النتيجة هي 685.714 ديكامتر، ده هو الجواب. بالنسبة للثانية نفس الطريقة اللي اعتمدنا في الأولى، غنلقاو هي 85.3973 قنطار. الثالثة نفس الشيء، نحول الواحد الوحدة مناسبة ثم نحول المتر مربع، إذا غنلقاوها هي 28868 متر مربع. نفس الشيء بالنسبة للقيمة الثالثة، غادي نلقاوها هي 1220.19 لتر. تأكدوا من هذه القيم. ثانيا مسألة، أراد سكان قرية يبلغ عددهم 471 نسمة، يعني واحد القرية فيها 471 شخص، بناء خزان مائي على شكل أسطوانة قائمة قطرها 3 أمتار. إذا نبغاو نبني واحد خزان ديال الماء على شكل أسطوانة، والقطر ديال الأسطوانة خص يكون 3 متر. إذا كان كل فرد منهم يستهلك ما يقدر بعشرين لتر من الماء في اليوم، يعني كل شخص كيستهلك يعني هو البهائم ديالو والشرب والغسل وما إلى ذلك، إذا كيستهلك 20 لتر كل شخص في اليوم، فكم سيكون ارتفاع خزان الماء ليكفي سكان القرية لمدة 3 أيام كاملة؟ إذا شحال غيكون خصو يكون هذا الارتفاع ديال هذا الخزان للقطر ديالو 3 متر، القطر ديالو 3 متر، شحال خصو يكون فيه ديال الارتفاع باش يكفي لنا هاد الناس هادو لمدة 3 أيام؟ إذن وعطاونا القيمة ديال بي هي 3.14. إذن أول شيء في حل المسألة هو حجم الماء اللازم لسكان القرية خصنا نتعرفوا عليه. إذن غيكون هو العدد ديال سكان القرية مضروب في القيمة اللي كيستهلكو مضروب في العدد ديال الأيام اللي هي 3 أيام. إذن هو العدد ديالهم 741، وكل واحد يستهلك 20 لتر مضروب في 3 أيام ديال المدة اللي خصها يبقى لهم داك الخزان. إذن هي 28260 لتر. شعاع قاعدة الخزان، إذا الشعاع ديال قاعدة الخزان غيكون يساوي القطر مقسوم على جوج، إذا هو 1.5. الآن نحسبوا المساحة ديال القاعدة، كنعرفوا أن المساحة كتساوي R مضروبة في R مضروبة في بي، إذا هي 1.5 مضروبة في 1.5 مضروبة في 3.14، إذا هي 7.065 متر مربع. ارتفاع الماء بالخزان هو، اذا احنا المطلوب من الان هو نحسبوا ارتفاع ديال الماء. احنا الان عندنا الحجم ديال الماء هو 28260 لتر، نحولوا للمتر مكعب هو 28.26، وحنا كنعرفوا ان الحجم ماذا يساوي؟ يساوي المساحه في الارتفاع. اذا الارتفاع شنو يساوي؟ يساوي الحجم مقسوم على المساحه. اذا الحجم هو 28.26 مقسوم على المساحة اللي هي 7.065، إذا الارتفاع هو 4 متر، إذا خص يكون الارتفاع ديالو 4 متر. وهكذا نكون قد أنهينا هذا الامتحان الجهوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.